وصول مستر مارسيل كولر نشوف زميلنا كريم احمد موفد قناه الاهلي الى ملعب مختار التتش اللي حضر التمرين وهيقول لنا كل التفاصيل اللي حصلت النهارده. كريم مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. كل التحيه طبعا ليك وباشمهندس عدلي استاذ ابراهيم، وكل التحيه لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. بالتاكيد طبعا يعني نقول عوده من جديد بقى للتدريبات بعد 14 يوم او اسبوعين راحه، كان لابد طبعا تكون هذه الراحه بنظام بمعدلات قياسيه بتدريبات للاعيبه للنادي الاهلي. يمكن هي دي الاحتراف وهو ده للنادي الاهلي. اللعيبه يمكن كانت بتقوم بدور كبير جدا الحقيقه، كانت في راحه لكن كل واحد كان بيقوم بدوره، وده امر مهم جدا لان العوده مهمه، بيبقى فيها قياسات، بيبقى فيها امور كثيره جدا طبيه. ويمكن كمان على ذكر الجهاز الطبي الحقيقه بيقوم بدور كبير جدا. يمكن انا كنت سامع باشمهندس عدلي واستاذ ابراهيم بتتكلموا على وسام، وسام الحقيقه يعني يمكن دكتور جاب الله امبارح كان معاه في احد طبعا المراكز الطبيه لمده 7 ساعات عشان يكون في اختبار وتقييم كامل وشامل. وزي ما بنقول هو ده للنادي الاهلي، لابد نكون على درايه كبيره جدا بكل القراءات اللي بتكون طبيه، بتكون مهمه جدا عشان المرحله اللي جايه بتحتاج مجهود كبير من اللعيبه، بتحتاج تركيز كبير وبتحتاج فايل طبي. فعشان كده الجهاز الطبي قام بدور كبير جدا مع وسام. الصفقه المنتظره اللي بنتمنى له كل التوفيق، نادي الاهلي يضيف له ان شاء الله باذن الله اضافه كبيره، وهو ايضا كمان يضيف للنادي الاهلي. كلنا منتظرين ان شاء الله يكون متواجد بقوته طبعا وبسرعته المعتاده عليه. لكن زي ما انتم بتقولوا طبعا لابد يكون في من جمهورنا الواعي الهدوء الكبير جدا جدا لكل لاعب طبعا في النادي الاهلي وتحديدا وسام. عندنا مرحله مهمه جدا خلال الفتره القادمه، النادي الاهلي طبعا بيستعد، عندنا متسع من التوقيت. النهارده كان اول تدريب فريق النادي الاهلي، يمكن معتادين التدريب بيكون 5 او الساعه 6، لكن الساعه 9 النهارده الكل كان منتظر طبعا وصول مستر مارسيل كولر من المطار الى ملعب مختار التتش. كان راجل على طول بيحقق هذا الامر في كل اجازه الحقيقه باشمهندس عادل استاذ ابراهيم، لما بيكون متواجد في بلده بيرجع على التدريب، وده امر يدل طبعا على المهنيه الكبيره جدا لمارسيل كولر. النهارده يعني كنا متوقعين يكون في عدد من الناشئين طبعا متواجدين مع فريق النادي الاهلي لسد النقص العددي، عندنا عدد كبير من اللاعبين في منتخبنا الوطني. لكن اقدر اقول النهارده التدريب كان ساعه كلها طبعا كانت امور بسيطه جدا. الحمل التدريب هيترفع طبعا خلال الايام القادمه، ايضا كمان هيكون في مباراه وديه. يمكن هنقول كمان نقطه مهمه جدا، المعسكر ان شاء الله باذن الله بنسبه 80% يكون في معسكر خارجي، وده يمكن معلومه طبعا اللي بنحاول ان احنا نجيبها من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، لان الوقت كبير محتاج ان انت تعزل شويه بعض اللعيبه، محتاج ان انت تبين طبعا الفكر الجديد اللي هيخش بيه مستر كولر مع لعيبه النادي الاهلي. الانسجام مهم جدا ايضا كمان لوسام وكل اللعيبه. فيمكن تدريب النهارده ما كانش فيه جرعات تدريبيه مكثفه على قد ما كانت جلسه تعارف مهمه جدا بين مارسيل كولر وسام. والجلسه دي الحقيقه يعني ليها انطباع كبير جدا قبل التدريب، لان انت بتطلب منه المتطلبات وبتقول له النادي الاهلي بقيمته ايه اللي مطلوب من النادي الاهلي داخل الملعب وخارج الملعب. فكانت جلسه مهمه جدا الحقيقه من مستر كولر مع وسام، ويا رب ان شاء الله يكون عنده استيعاب كبير جدا لقيمه النادي الاهلي الكبيره وتيشيرت النادي الاهلي، ويكون اضافه كبيره جدا للفريق باذن الله. التمرين كان ساعه واحده يا كريم؟ يعني اقدر اقول النهارده 60 دقيقة، يعني مفيش أي حاجة النهارده اقدر اقول ان هي كانت جرعات بدنية قوية. زي ما بنقول بعد عودة لابد ان انت يعني تكون في تدريج للحمل التدريبي، النهارده ما كانش في تدريبات بدنية لكن كل الحاجات كانت كورة بسيطة جدا للعيبة. أيضا كمان عندنا عدد من اللاعبين بيواصلوا للتأهيل على رأسهم ريدا سليم، النهارده أيضا كمان بيواصل التأهيل الخاص بيه. زي ما بنقول يا باشمهندس عادل أستاذ إبراهيم، عندنا الوقت الفترة اللي جاية إن شاء الله إن احنا نطمن على كل اللعيبة. الجهاز الطبي بيحاول إن هو اللعيب يكون 100%، وده أمر مهم جدا عشان المرحله القادمه مش محتاجين ان احنا نخسر اي لعيب. رضا النهارده كان بيواصل التاهيل، ايضا كمان كوكا ان شاء الله باذن الله يعود من جديد لفريق النادي الاهلي متولي، ايضا كمان كريم ندب النهارده يشارك في التدريبات الضاوي اول تدريب النهارده ليه. فيمكن الحمد لله الوقت ده يعني مطمنا شويه ان احنا يبقى في تاني من اللعيبه اللي راجعه من الاصابات تخش تدريجيا في التدريبات الجماعيه، وان شاء الله باذن الله تكون الفايده كلها لفريق النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. رضا سليم بيشغل تاهيل لسه مش كده؟ يعني رضا سليم في المرحله الاخيره، زي ما بقول لك التأني مهم جدا في الدفع بين اللعيب، الوقت مهم، الاشتراكات مهمه جدا. عشان كده هنقول الفتره اللي جايه ممكن نشوف رضا في جزء بسيط جدا من التدريبات الجماعيه. ايضا كمان زي ما بقول متولي كل اللعيبه الحقيقه اللي غابت، يعني هتاخد اجزاء بسيطه جدا من التدريبات عشان تكون يعني الجاهزيه الكامله في معسكر فريق النادي الاهلي اللي اكيد هيكون فيه بعض المباريات الوديه. هيطمن اكيد مستر كولر بشكل كبير، لكن تدريبات مستمره ابتداء من اليوم حتى موعد السفر بمشيئه الله. استاذ ابراهيم باشمهندس عادل. تمام. طيب وسام ابو علي، انت بتقول لي كان في اجتماع له مع مستر كولر وطبعا مع الكابتن خالد بيبو.
بالتاكيد طبعا، يعني زي ما بقول لك يعني كان امر مهم جدا ان يكون الجلسه الاولى الحقيقه مع مدير الكوره كابتن خالد ومستر كولر، لان الجلسه الاولى بتدي انطباع سواء من المدير الفني او من اللاعب. لاعب عنده وعي كبير جدا اكيد، يعني محترف طبعا، وعارف يعني ايه قيمه النادي الاهلي، وعارف قد ايه جمهور النادي الاهلي عنده الشغف الكبير جدا لكل الانتصارات الفتره القادمه. فالجلسه دي كانت مهمه لان هي بتحط الاسس على الفتره القادمه خارج الملعب وداخل الملعب، ده امر مهم جدا. مستر كولر شرح كل الامور الخاصه بالنادي الاهلي، ايه اللي مطلوب من النادي الاهلي، النادي الاهلي بيحاول يحقق ايه، جمهور النادي الاهلي عايز ايه. عشان كده بنتمنى وبنعمل باذن الله وسام يكون عنده استيعاب كبير جدا جدا للحمل الكبير جدا طبعا اللي هو جمهور النادي الاهلي، اللي ان شاء الله باذن الله يكون مساند وداعم ليه لكل اللعيبه وليس وسام فقط. لكن بما ان وسام اول تدريب ليه النهارده، كان لابد يكون فيه يعني زي ما بنقول كده وضع النقاط على الحروف، لان المرحله القادمه محتاجه كل الجهد لكل اللعيبه، محتاجه انكار ذات كبير جدا من الجميع. فيا رب ان شاء الله باذن الله بنتمنى توفيق النادي الاهلي سواء في تدريباته او في المشاركات المحليه او الافريقيه. التدريبات متواصله بكره في نفس الميعاد ولا بدري شويه؟ لا هنقدر نقول بقى الميعاد هيتغير، يعني 4 5 يعني تجمع الساعه 4 5 يكون تدريب فريق النادي الاهلي، ممكن كمان تكون في بعض التعديلات في الايام القادمه يكون التدريب بالصباحي. فيعني النهارده بس كان استثناء بالنسبه لتدريب النادي الاهلي اليوم الساعه 9، لكن هيمشي بقى الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله على الميعاد المعتاد لكل التدريبات الخاصه بالفريق. ده يمكن اول لقطات نزول وسام ابو علي وزمايله في اول تمرين له في النادي الاهلي، واستقبال زمايله له واستقبال مستر كولر والكابتن خالد بيبو للعيبه بعد الاجازه ديت. اعتقد الوضع مختلف في العوده ديت يا كريم. الحقيقه يعني لعيبه النادي الاهلي بخبراتها الكبيره جدا، يعني الاحتفال الاول او الاستقبال الاول للاعبين سواء في اوضه اللبس او في الملعب بيفرق مع اللعيب بشكل كبير. الانسجام طبعا يعني بيترك لعقليه اللاعب ومدى استيعابه ومدى قدرته على ان هو ينسجم بشكل سريع جدا. لعيبه النادي الاهلي النهارده استقبلت وسام استقبال كبير جدا، النهارده كمان اللعيبه كلها حيوه اللفته الطيبه والمعتاده طبعا من كل الصفقات اللي بتدخل النادي الاهلي بتحيه من الجميع. عشان كده بنقول يعني قيمه النادي الاهلي كبيره جدا بلاعبيه بالخبرات الكبيره باوضه اللبس اللي هي سر نجاح النادي الاهلي. يعني زي ما بنقول اوضه اللبس في النادي الاهلي مختلفه بشكل كبير جدا عن اي نادي، عشان كده النجاح بينسب للكل. فبنتمنى وسام ان شاء الله زي ما بنقول يكون اضافه باذن الله، يكون اضافه لفريق النادي الاهلي مع كل المجموعه. عندنا ابطال كبيره جدا للنادي الاهلي حاصلين على البرونزيه وكاس السوبر، عندنا كمان بطولات كثيره جدا. فان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي ويفضل دائما على منصه التتويج. طبعا وسام النهارده كهربا غايب.